بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. افتح على قلوبنا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، واجعلنا يا ربنا من عبادك الصالحين المصلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في وقفات دعني أحدثكم أن الأعمال وكل الأعمال إنما تتم لله خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، وكما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فكل عمل يقوم به الإنسان، وكل كلمة يقولها الإنسان، وكل ما يجول في خواطرنا وفي قلوبنا، هي نسميها هذيك أعمال القلوب، أيضا تكون لله خالصة لله سبحانه وتعالى. لا يريد بها هذا الإنسان إلا وجه الله جل جلاله، فلا يريد بها حاجة من حوائج الدنيا، ولا يريد بها سمعة، ولا يريد بها شهرة، ولا يريد بها مكانة ولا صدارة بين الناس، إنما يريد بها إرضاء الرحمن جل جلاله. عليه عندما نتحدث ونحن نقترب يوما بعد يوم من عيد الإضحى المبارك، فنحن صنفان اثنان: هناك من يعبد ربه عز وجل في المشاعر المقدسة، وقلوبنا وأفكارنا معهم، ونغبطهم على ما وفقهم الله عز وجل إليه. أذوكم ربي سبحانه وتعالى مكتب لهم هذا العام باش يكونوا في هاك الأماكن والمشاعر المقدسة، يؤدون فريضة وركنا من أركان الإسلام الخمس: الحج إلى بيت الله الحرام. الله لا يحرم مؤمن، ومانيش قاعد ممكن معناتها نحرك في ما يجول في خواطرنا، ومانيش قاعد نحرك ما في قلوبنا من الشوق الذي يحملنا إلى مكة أم القرى، إلى المدينة المنورة، إلى جبل عرفات، إلى منى، إلى مزدلفة، بين الصفا والمروة، مقام إبراهيم، ماء زمزم. إذن هذه الأشياء كلها عندما يتخيلها الإنسان يزداد شوقا إلى هك الأماكن الطاهرة الطيبة. الله لا يحرم مؤمن. كما ندعو الله عز وجل أن يكون هذا العام عام بركة وعام خير على حجاجنا الميامين، وأن يذهبوا وأن يعودوا إلى بلدانهم سالمين غانمين، إنه عز وجل خير مسؤول. إذن هذا الصنف الأول. الصنف الثاني الذي لم يحج وهو ما زاد عندهم أعمال صالحة يقومون بها، هوك في عرفات هؤلاء يدعون الله عز وجل، وها هنا والإنسان المؤمن في مكانه يدعو الله سبحانه وتعالى وهو صائم، إذا يصوم هك اليوم تاع الوقفة. الناس هناك يدعون الله عز وجل على جبل عرفات، يدعون الله سبحانه وتعالى أن يكرم هذه الأمة بالأمن والأمان، وأن يكرمها بالسلامة والإسلام، وأن يكرمها سبحانه وتعالى بالعلم والمعرفة، وأن يكرمها الله عز وجل بتآلف القلوب والمحبة بين المؤمنين وبين المسلمين وبين عباد الله سبحانه وتعالى. وها هنا العباد يدعون الله عز وجل وهم صائمون، يشاركون حجاج بيت الله الحرام بالأعمال الصالحة. أيضا نحن أمام شعيرة اللي هي عيد الإضحى، عيد الإضحى معناتها شراء هذا الكبش وشراء الخرفان، والناس تشكو من الغلاء، والناس تشكو من ارتفاع في الأثمان والأسعار، وينظر الأب وتنظر الأم ويقولون جميعا يعني هذا الأضحية هو للأولاد، والكبش على خاطر الأولاد. نذكر أن هذه الشعيرة إنما هي لله وليست للأبناء وليست للجيران، حتى ما ربما الجاري يقول: والله فلان كيفاش ما عندوش وكيفاش ما شراش. أنا إذا اشتريت إنما أشتريه لله خالصا، أبتغي به وجه الله عز وجل، مش يقول إنسان خذيت أنا خروف كبير ولا كبش ولا صغير ولا
إنما أفعل ما أريده ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ساعات الإنسان ما يقدرش على حاجة كبيرة كبيرة، ما فهم حاجة متوسطة، يقول لا أنا بين الجيران بقيمتي وبقدري وناخذ حاجة هكا متوسطة، لا، فيتكلف هذا الإنسان ويستدين من أجل هذه الشعيرة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر، هكا شريعتنا أرادت أن تكون يسرا على الناس وأن تكون سهلة بين أيدي الناس، يتعاملون معها بيسر وسهولة، من غير عسر ومن غير مشقة لا يقوى عليها الإنسان ولا يقدر عليها هذا الإنسان. علاش يكلف الإنسان؟ علاش الإنسان يكلف نفسه بشراء خروف ربما بأسعار باهظة وهو غير قادر، وربما حتى إذا تسلف راهو باش يرجع بصعوبة، نقول له هذه شعيرة تبتغي بها وجه الله عز وجل، ربك لا يكلفك إلا ما تقدر عليه وما تستطيعه، فعلاش ما لا تكلف نفسك أنت ما لا تطيق؟ إذن أنت الذي تعسر على نفسك وأنت الذي تكلف نفسك ما لا تطيق، ربك الذي أمرك بهذه الشريعة، كن أنت يا أيها الإنسان كما أراد الله سبحانه وتعالى، ولا تكن كما تريد أنت. الله تعالى أرادك أن تكون في يسر وأن تكون في سهولة، نعم، أن تقدر وأن تعظم شعائر الله عز وجل، مش تستخف بها ومش تجعلها لأولادك، إنما هي لله سبحانه وتعالى، والإنسان على قدر ما هو يستطيع أن يفعل يفعل. ولكن إذا لم يستطع هذا الإنسان فهي سنة مؤكدة، علاش يكلف نفسه الإنسان؟ نعم إنها سنة مؤكدة وهي من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن نعظمها، ولكن أمام هذا التعظيم ينبغي أن نراعي حاجة الناس وضروريات الناس، وينبغي أن نراعي الظروف التي يعيش فيها الإنسان، مش أي أعمل ويخليه الإنسان أنه يأخذ هذا المال من هنا ويستدين من هناك وربما يتسلف من عند هذا وتلقاه يحشم أنه هذا رد وقال لا ما عنديش، والآخر ربما قال وقتاش باش ترجع لي، فيبقى هذا الإنسان ربما في عسر من أمره. لا نريد أن نقع في هذا العسر، والإسلام وديننا لا يريدنا أن نقع في هذا العسر. أيضا لا نريد أن تموت فينا هذه السنة. بعض البلدان، أنا ريت بعض البلدان العربية لما تتجول في شوارعها أيام العيد الأضحى لا تكاد تشم رائحة العيد أبدا. لماذا؟ لأنهم ربما استخفوا بهذه السنة المؤكدة وبدأت تضمحل هذه السنة وتموت وتذوب في قلوب الناس حتى إنها لا تظهر للعيان، أو كي يعملوها من بعيد لبعيد. لا، خلي الأولاد يشعرون بهذه الشعيرة، نحبوا نعلموهم يتربطوا بهذه الشعيرة المباركة. راهو عيد الأضحى ما هو شي أكل وما هو شي شرب فقط، إنما هو عبادة، إنما وليست عادة، إنما هي عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، نعلم أبناءنا قيمة هذه الشعيرة، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. أيها الإخوة والأحبة، في وقفة أخرى، الوقفة اللي لما الإنسان يعترض على شيء وعنده الحق أنه يعترض ويحتج، مش معناتها يدور على داره ويحرقها، مش معناتها يدور على ممتلكات الشعب كله يدور عليها ويحرقها. وأنا هذا الكلام قلناه أكثر من مرة، قلنا إنه ظلم. الله عز وجل عندما ينظر إلى الإنسان الظالم، ألا ينزل الله عز وجل عليه غضبه وسخطه وعقابه؟ الإنسان عندما يظلم، هو ربي الذي خلق الإنسان وخلق الكون ولا يسأل عما يفعل، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يعترض على حكم الله جل جلاله عندما يتنزل على الإنسان. مرض، موت، ضعف، فقر، جهل، أي شيء إذا أراده الله عز وجل للإنسان فسوف يكون، وليس هناك من معترض، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا كان هذا الرب القادر المقتدر سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، فقد حرم الظلم على نفسه، علاش احنا نجيو نتظالموا فيما بيننا؟ علاش أنا نجي اليوم إذا أنا استفزني حد ندور أنا على ممتلكات الشعب كله؟ يا أخي سيارة أمن ما هيش متاع الناس الكل، سيارة إسعاف ما هيش متاع الناس الكل، وإلا حافلة ما هيش متاع الناس الكل، ليست ملكا للدولة، ولا هي ملك لوزارة، ولا هي ملك لحكومة، إنما هي ملك للشعب، أنا وأنت وهك الفقير وهك المسكين. إذا هذيك حرقناها اليوم باش نعاود نشريوها بالضرورة، تؤخذ من مالي ومن مالك أنت ومن مال المجموعة العامة حتى نشتريها من جديد، حتى نلبي بها حاجات الناس وضروريات الناس. يدور الإنسان على مثل هذه الأشياء ويدمرها وينسفها ويحرقها،
سوف يسأل عنها المرء يوم القيامة. هذا ظلم، هذا اعتداء على أموال الناس، هذا ظلم واعتداء على الفقير المسكين. يعني يكفيش أنه هو فقير ومحتاج، اليوم كيس يحتاج إلى سيارة بتاع إسعاف ما يلقاهاش، اليوم كي يحتاج إلى طبيب ما يلقاهاش، اليوم إذا يحتاج إلى سيارة باش تجي تنقذه ما يلقاهاش. علاش؟ خطر أحنا عملناها بيدينا وحرقنا وكسرنا. نعترض، نعم لك أن تعترض، لك أن تحتج، لك أن تعتصم، ولكن ألا تعطل الآخرين وألا تدمر ممتلكات الناس العامة أو الخاصة على حد سواء. يا أخي الحافلة وإلا متاع الإسعاف ولا هذه ما كلها متاعنا أحنا، متاع الشعب. ولذلك عندما يقع الإنسان في هذا الظلم فإن الله عز وجل لا يحب الظالمين، وإذا ربي عز وجل كره وبغض هؤلاء الظالمين إيش مش يحل بهم؟ تنفرج أمورهم؟ وإلا حتى القطر من السماء يشد ربي عز وجل علينا ما نلقاوش حتى المطر، نوليو خايفين من الماء أنه ينقص عنا، نوليو خايفين من موسم الفلاحة، نوليو خايفين حتى القلوب نفسها والله حتى الرحمة منها تنتزع نتيجة هذا الظلم الذي يحصل ونتيجة هذا التظالم والاعتداء اللي يحصل بيناتنا. ربنا عز وجل يقول لنا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أنت تطلب من الإنسان، اطلبها من الرب سبحانه وتعالى، اطلبها من الإله عز وجل، وخذ الأسباب مع الخلق. نعم خذ الأسباب مع الخلق واطلبها من الله سبحانه وتعالى حتى تكون عادلا في طلبك، حتى تكون عادلا في احتجاجك، حتى تكون عادلا في اعتراضك. كن معترضا، نعم ويلزمك تكون معترض على شيء ما يليقش، وكن معترض أيضا وتحتج على شيء لا يليق بكرامة هذا الإنسان وبحرية هذا الإنسان، ولكن لا تعطل ولا تدمر، هذه وقفة ضرورية. أيضا يا أيها الإخوة والأحبة، تطلعنا اليوم بعض الأخبار أنه فما مجلة في الشهر الماضي اللي هو الشهر التاسع شهر أكتوبر سبتمبر، في هذا الشهر تطلع مجلة هي للصغار وللأطفال، وفيها تعليم كيف يمكن للطفل، بما أن هي مجلة موجهة للطفل، إذن هذا الطفل سوف نمكنه من علم جديد بالنسبة للطفولة اليوم. العلم هذا كيفاش هو بالشي يصنع قارورة محرقة أو حارقة، المولوتوف، كيفاش باش نعلموه كيف يصنع هذه الأشياء، كيف نعلم أطفالنا هذا الجرم، وكيف يمكننا ونسمح لأنفسنا. يعني تمر هذه الأمور ولا نتفطن بها إلا هذه الأيام. كيف تخرج مجلة مثل هذه المجلة، ولا أريد أن أسمي، ولكنها مجلة موجهة للأطفال ونعلم فيها أطفالنا مثل هذه الأمور؟ أين أمانتنا أمام أطفالنا؟ وأين هذه المسؤولية أمام هؤلاء الأطفال؟ مسؤولية الدولة، مسؤولية المجتمع المدني، مسؤولية الجمعيات كلها، مسؤولية الشعب ككل أمام الطفل الذي هو مستقبلنا. كيف يعني إحنا في اليابان، يعلمون الطفل كيف يكتشف وكيف يخترع الجوال وكيف يخترع وكيف يصنع ويصنع الهاتف وكيف يصنع الكمبيوتر وكيف يصنع ويصنع ما يفيد الإنسانية، ونحن نصنع ونعلم أطفالنا، نحن نعلم أطفالنا كيف يصنعون ويصنعون ما يحرقون به بيوتهم وما يحرقون به ممتلكات الغير. طفل صغير بريء سوف نسأل عنه يوم القيامة، يعني مش محاسبة هذه تمر مرور الكرام ولا قضية، لا، هذه لابد من مراجعة نحو الطفل، الطفل الذي ينبغي أن نعلق قلبه بمحبة الله الرحمن الرحيم، لابد أن نعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى المعطي عز وجل الرزاق عز وجل، حتى نعلمه مثل هذه القيم، أن يحب الغير، أن يعطي الغير، أن يجود على الغير، أن يتكرم على الغير، أن يحب الغير، أن يتعلق بالغير، أن نعلم أطفالنا كيف يتعلمون، كيف يصنعون وكيف نصنع نحن شخصية هذا الطفل حتى يكون بناء في الأمة، يحب الله ورسوله، يحب كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يحب الإنسان ويحب الحياة في سبيل الله، حتى يبني أمته ويبني مجتمعه، حتى يعطي الخير للناس وحتى يجود بهذا الخير على البشرية. لا نعلمه كيف يحرق ولا نعلمه كيف يدمر، إنما نعلمه كيف يبني، كيف يصلح. وهذه تحتاج منا إلى مراجعات كبيرة،
إذا تكلمنا احنا فيما مضى ربما وفي مناسبات كثيرة تكلمت الجهات المعنية عن إصلاح التعليم، أيضا لابد من مراجعة كبيرة جدا في العمق، كيف نعتني بالطفل وكيف نربي أطفالنا، أن نربيهم، احنا ربيناهم مقبل على شيء ولكن منزوعة منه أشياء مهمة، محبة الله، محبة الرسول، محبة القرآن، محبة السنة المطهرة، نعلقهم بالقمم، بالقمم العالية، نعلمهم كيف يقتدون وكيف يعرفون قدواتهم وكيف يعرفون رموزهم اللي هما الناس الكمل، الناس الخلص، الناس اللي عندها أصحاب، اللي هما عندهم همة عالية وعزيمة كبيرة، الذين أثروا في حضارة هذه الأمة، الذين تركوا بصمتهم في هذه الأمة، نعلقهم بهؤلاء ليتربوا على نهجهم، نهج العطاء ونهج العلم ونهج المعرفة ونهج المحبة ونهج الإخاء ونهج أنك تعاون الفقير وتعاون المسكين وتعاون هك الإنسان اللي هو يتيم ومحتاج، أن تتضافر هذه القيم وهذه الأخلاق في نفس هذا الطفل فينمو النماء الصالح والنماء الصحيح، هذا الذي نرنو إليه وهذا الذي نريده. هناك تجارب في الحقيقة بدأت فيها بعض المدارس القرآنية التجربة، وأنا عندي نموذج في الحقيقة في هذا الإطار، أن نربي الأبناء على محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعلمهم كل ما تطلب الطفولة. الطفولة لابد أن يعيش الطفل طفولته، مش نجي وننتزع منه هذه الطفولة خيطا خيطا وعنصرا عنصرا ونخليوها مسكين مجردا من هذه الطفولة، ما يشعرش أنه عاش طفولته الطفولة البريئة، لابد أن نشعره أنه يعيش طفولته لحظة بلحظة بدون ما يترك طريق الله. هو صغير ولكن لابد أن نحبب إليه ربه وخالقه وبارئه، أن نحبب إلى قلبه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا الذي افتقدناه عقودا طويلة، لابد أن تكون هناك مراجعات. نعم، أن نعلمه كيف يحب الناس، كيف يحب الحياة، كيف يتعامل مع النبات، كيف يتعامل مع أبيه، كيف يتعامل مع المحيط، كيف يتعامل مع الطفل مثله، كيف يتعامل مع أجلكم الله، مع الحيوانات الأليفة، كيف يتعامل مع الأشياء، كيف يلامس هذه الأشياء، كيف يتعامل مع هذه الأشياء دون أن يفسدها، دون أن يدمرها، دون أن يكسرها. نعلمه كيف يرسم الرسوم الطيبة الصالحة التي تنمي فيه الجمال وتنمي فيه الذوق، ونرفع بذوق الطفل إلى العلياء ونرفع من قيمته، مش نغذر له على أنه حد شيء، لا، الطفل هو ذاك، هو مستقبلنا، ذاك هو مستقبل الأمة، هك الطفل اللي ننظر، عندما ننظر إلى الطفل إنما ننظر إليه على أنه الطبيب غدا، على أنه الحرفي غدا، على أنه التقني غدا، على أنه المنتج غدا، على أنه المصدر غدا، على أنه الطبيب غدا. إذن أن نتعامل مع الطفل بهذه الكيفية، بهذه القيمة، لا أن ننظر إليه على أنه لا شيء، تو يكبر تو يتعلم غدوة، لا، أو تو يكبر تو ينحي الطباع السيئة، لا، لابد أن نعلمه منذ البدء، منذ نعومة أظفاره على مراقبة الله عز وجل، وهو بشوية بشوية نعطيه هالو أن يراقب ربي، باش يكون متقن للعمل، باش يكون محبا للغير، باش يكون وحده يعمل الصالحات، مش يكون وحده يدمر ويهلك نفسه ويدمر ذاته ويدمر عقله ويدمر ذاكرته، لا، يكون وحده بينه وبين ربه سبحانه وتعالى يحافظ على ما أنعم الله عز وجل به عليه، ويكون مع الناس ومع أترابه ومع أقرانه أيضا يحافظ على هذه البيئة ويحاول أن يطور هذه البيئة وأن يرفع من مهارته هذا الطفل بشوية بشوية، ولابد من الرعاية والعناية، الذين يقفون ويشرفون على هؤلاء الأطفال لابد أن يكونوا أكفاء من حيث الأخلاق، من حيث القيم، من حيث التربية، من حيث الثقافة، من حيث المعرفة، من حيث العلم، من حيث الطرق التي توصل إليهم المعلومة، بالتالي ينمو هذا الطفل النماء الصالح والنماء الصحيح، مش نجيه فقط أنه زعم كأنه نعترض على كل شيء ما هو جديد مش متعودين عليه، لا، هناك أشياء لم نتعود عليها ولكنها صالحة، خلينا نتعود عليها. هناك أشياء عند الشعوب المتقدمة والشعوب الراقية ما زالت موصلت الناس إلى يوم الناس هذا، فإذا نجيبوها مش نعترض عليها، نشوفوها هل تصلح للتلميذ أو للطفل، هل تستطيع هذه الأشياء المستجدة أن ترفع من قيمة الطفل، فلنفعل. إذا كانت صالحة علينا أن نشد على أيدي هؤلاء، وإذا كانت مدمرة للطفل علينا أن ننتزعها وأن نجتثها من أصلها.
هذه وقفة من وقفاتنا. تكلمنا إليكم في اللقاء الماضي أيها الإخوة والأحبة حول الواجبات وبين وحول الحقوق، وتكلمنا فيما تكلمنا عنه أنه احنا دائما وأبدا نطالب بالحقوق ونصر على الحقوق ونؤكد على الحقوق، ولكننا في المقابل لا نؤكد على الواجبات، فأمامنا واجبات كثيرة ولكننا لا نقوم بهذه الواجبات، فيقع الخلل ويقع عدم الاتزان في الأمة في المجتمع بين أفراد البلدة الواحدة. يعني نطالب بالحقوق ونترك الواجبات، ويمشي نمشيهم بعدها. إذن الطريق مسدود، يعني يسعى الإنسان كل السعي من أجل الحقوق، هذا جيد، ولكن أيضا يسعى كل السعي من أجل الواجبات. وسمينا هذا فيما سماه علماؤنا بكون هذا الإنسان يوصف بكونه عادلا، عادل يؤدي الواجب ويطلب الحق، هذا عادل. وهناك أناس يتنازلوا عن بعض الحقوق، راهو مش كل الحقوق، باش نفهموش بعضنا بالغلط، يقول هاو نتعلم كيفاش ثقافة التنازل عن الحقوق. لا، احنا لما قلنا الكلمة او حق التعبير ما قلناش حق التعبير، قلنا واجب التعبير. ولذلك خلينا نكون ديما منصفين، ولذلك نريد ان نقول لهذا الانسان انه من حقك مثلا في الميراث انك تاخذ مع خوك، ولكن خوك ضعيف وانت لاباس عليك، تتنازل على حقك ولا لا؟ ما تتنازلش. من الشيم ومن مكارم الأخلاق أنك تتنازل على بعض الحق من أجل أخيك، من أجل أن ترفق به وتتراحمه فيما بينكم، وهذا يورث فينا المحبة ويورث فينا الإخاء ويورث فينا القوة في العلاقة وقوة في التواصل بين أفراد الأسرة الواحدة. إذن هذا من بين الحقوق. أحيانا الزوج عنده حق على زوجته في بعض الأشياء، فهو يتنازل رحمة بها وشفقة، تكون هي متعبة تكون هي كذا، بعض الحقوق. نفس الشيء الزوجة عندها حقوق على زوجها، فتراه متعبا مرهقا تتنازل عن بعض حقوقها رحمة وشفقة ورأفة ورفقا بهذا الزوج، من أجل أن تطيب الحياة بينهما، ومن أجل أنه ربي عز وجل يعني ينمي فيهم هذه السعادة. وهذا أمر نجي وش نقول نمنعها من هذا ونقول لا ما تعملش هذا، من أجل أن نقطع الصلة ونقطع الرحمة بين أفراد الأسرة الواحدة. إذن تكلمنا حول الواجبات وحول الحقوق، وأردنا أن نضرب مثلا حول هذه الواجبات وحول هذه الحقوق. وقلنا ونحن في بداية السنة الدراسية، وربي نجحنا وليداتنا وربي يحفظهم وربي يجعل لهم هذا العام عاما مباركا وناجحا من أعوام نجاحاتهم، وننتظر في نجاحهم لأن البلاد تنتظر نجاحهم أيضا، والأمة تنتظر في نجاح هك الأطفال وهك الصغيرات متاعنا. الله ينجحهم وربي لا يخيب مساعيهم وربي لا يخيب مساعي أوليائهم أيضا الأباء والأمهات. إذن نحن تحدثنا عن واجب المدرس، هناك واجب للمدرس وهناك واجبات أيضا للتلميذ أو المتلقي أو المتعلم أو الطالب. إذن نحن نتحدث دائما عن الحقوق، دعونا اليوم نتحدث عن بعض الواجبات. واجب المدرس أن يكون أمينا، وقلنا فيما قاله الحق سبحانه وتعالى: ولا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. فالمعلم أو المدرس لا يخون الأمانة، بمعنى أنه ما يعطيش معلومة ما هوش متأكد منها، وما يعطيش معلومة مغلوطة، إنما يتأكد من المعلومة، والمعلومة يمكن للمدرس أو للمعلم أن يعطيها معلومة ضافية، بحيث يعطيها شيء من الإطناب، شيء من الإطناب، مش الإطناب الممل، إنما هو شيء من الإطناب، من أجل أن يفهم هذا التلميذ أو المتلقي. يمكن أن يدعم المعلومة بأمثلة كثيرة، ربما يخلي التلميذ في الورشة ولو افتراضية يشعر بقيمة المعلومة، وتنضاف له تأكيد على هذه المعلومة وترسخ هذه المعلومة في الذهن، وهذا يحتاج إلى جهد من هذا المعلم الأمين. علشان نقول ونأكد على الأمانة. الأمانة إذا غابت حلت في موطنها الخيانة، فيخون هذا المعلم وهذا المدرس الأمانة. هوك يعطي كيفما تأتى، يخليهم ممكن يشوشوا عليه، يشوشوا التلامذة وطبيعتهم يشوشوا هما صغيراتنا. إذن لابد من أن يكون عند المدرس هنا حضور متميز، بحيث يمكن أن يشد التلميذ إليه.
ربما بالعناصر المتطورة اليوم، بحيث يستطيع الإنسان أن يستعمل الأجهزة المتطورة، ربما يستطيع أن يستعمل المعارف المتطورة والمعارف الذكية ووسائل الاتصال وما شابه ذلك، فأنه يشد انتباه التلميذ، لأنه المدرس ماذا يريد؟ رسالته في النهاية ما هي؟ رسالة المدرس هو أن يبني هذا التلميذ من حيث المعرفة، من حيث العلم، من حيث الأخلاق، من حيث السلوك، من حيث القيم، من حيث أنه يصنع منه تلميذا ناجحا. إذا كان ناجح يزيد ينجحه، وإذا كان ضعيف يقويه، مش يزيد على ما به ويخليه وما يتلهش به. فمن الأمانة أنه يعتني بهذا التلميذ، ومن الأمانة أنه يهتم بأمر هذا التلميذ، مش يهمله، مش يخليه معاش يعتني به. الأمانة تقتضي أنه يخليه دائما وراء التلميذ، ومن أمانة هذا المدرس أنه يضمن هذه المعلومة أنها وصلت بشكل صحيح إلى التلميذ. أحيانا التلميذ يقول لك إيه فهمت، ولكن فهم بالغلط، فهم بالمقلوب، ويحتاج المدرس إلى إدراك هذا الشيء، أن التلميذ بالحق هو فهم الدرس ولكنه فهمه بشكل صحيح وبشكل متقن وبشكل المطلوب الذي يريده المدرس. وإذا تكلمنا عن الأمانة، وموضوع الأمانة كبير، ولكن أتحدث عن واجب المدرس كأمانة، حتى لا يخون هذه الأمانة، وحتى لا يصنع لنا تلميذا فاشلا، وتلميذا لا يريد المادة التي يدرسها إياه هذا المدرس. هناك تلامذة ما يحبوش الرياضيات، علاش؟ لأنه المدرس صعبها عليهم، أو ما نجمش يفهمهم، أو ما لقاش الوسيلة كيفاش يوصل لهم المعلومة. ومانيش قاعد اللوم، أنا نتكلم على نزر قليل، أو على واحد ممكن في 10,000 ربما. إذا هناك أحيانا التلميذ لا يحب المادة الإنجليزية، لأنه المدرس ربما لا يتفاعل مع هذه المادة، يتفاعل معها تفاعلا سطحيا، فما يحسسش التلميذ بقيمة وذوق وروعة هذه اللغة، وبالتالي يفقد التلميذ الرغبة في أنه يتعلم هذه المادة. مع الأمانة لابد هناك من الرفق. المدرس راهو ينجم يوصل هذه المعلومة برفق، بدون ما أنه يصرخ وبدون ما أنه يعنف. لابد أن يراعي مسألة الرفق، فهي من الواجبات على المدرس أن يراعي مسألة الرفق في تعليم التلميذ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: ما من أحد يسترعيه الله عز وجل رعية، معناتها ربي سبحانه وتعالى أعطاك أمانة بين يديك، هك التلامذة في هك الساعة أو الحصة أو الحصتين، هذكم أمانة. ما من أحد يسترعيه الله عز وجل رعية فلم يحطها بنصحه، معناتها أتقن معهم العمل وأعطاهم كل ما عنده من الرفق ومن الرحمة ومن الإتقان ومن الأمانة، إلا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. يوم القيامة لا يشم رائحة الجنة، علاش؟ لأنه خان الأمانة. الخيانة ما هيش أمر يسير ولا أمر لا يعبأ به، فالأمانة أمر خطير، أي أمر عظيم أنه يتمثل لها الإنسان، وهي من أعظم القيم. لذلك الأمانة عندما توجد في المدرس، عندما توجد في الطبيب، عندما توجد في المحامي، عندما توجد في صاحب الحرفة، عندما توجد في الكاتب، عندما توجد في الصحافي، عندما توجد في الإنسان العادي، عندما توجد في الزوج أو في الزوجة، في الأبناء، في البنات، عندما توجد هذه الأمانة نعيش حياة طيبة، نعيش حياة سعيدة، حياة ناجحة، حياة متألقة. إذن الرفق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ويقول لها: عليك بالرفق. لأن الرفق كما قال الحق سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هكذا يبين الحق سبحانه وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان ما هوش رفيق بالمؤمنين، ولو لم يكن صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفا رحيما، لو لم يكن كذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لانفض الناس من حوله، ولما استطاع أن يوصل إليهم الرسالة، ولما استطاع أن يبلغهم ما أمره الله عز وجل أن يبلغه إياهم. ولذلكم لابد أن نراعي مسألة الرفق. ما وجد الرفق في شيء إلا زانه، وما فقد في شيء إلا شانه. دعوني إذا أردت أن أتحدث عن واجب التلميذ، واجب التلميذ سنتحدث عنه في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن دعوني أقول لكم أنه من بين الواجبات على هذا المتلقي أو الطالب أو التلميذ هو أن يجل وأن يحترم وأن يقدر وأن يحترم
المعلم، فليس منا من لم يجل كبيرنا ولم يرحم صغيرنا ولم يعرف لعالمنا حقه. هذا من أوكد الواجبات، هذا بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نتحدث حوله في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. أيها الإخوة والأحبة، لم يبق لي في هذا اللقاء المبارك بكم إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.